تسمى الشاري يقول لك كاينه هبطت السومه والباقي يقول لك ما كاش منها ما هبطتش السومه. درك راهي الناس كامل راهي ما بينه وبين خايفه، والصحيح ما كاش، الصح ما كاش. ما تقدرش تعرف راك عايش في الجزائر. هكذا كان حال سوق تيجلابين للسيارات المستعملة، لا بيع ولا شراء بعد انتشار شائعات عن تخفيض الحكومة لأسعار السيارات لدى مصانع التركيب. ففي جولتنا الاستطلاعية صباحا بسوق تيجلابين لمسنا خروجا مبكرا لأصحاب المركبات والذين بدوا رافضين تماما لفكرة انهيار أسعار السيارات. السلام عليكم. سلام. واش راك خويا؟ لاباس بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. الاخ شحال راهي واصله هذه؟ عطوني 110 يا خو. شحال ماشيه؟ 150. صبيغه واش فيها؟ فيها دو بارشوك خو. والموتور تاعها؟ وسيري اللي نطبت خو. دونك طاوك 110؟ عطوني 110. مازالها بعيده شويه؟ مازالها شويه. وبعد ما الحكومه دارت لا ليست هذه ما تشوفش باللي حيحطوا طوموبيلات؟ لا يحطوها. سيتادير انت 115 ماكش بايع؟ مانيش بايع انا والله، ماني مقلق يا اخو، ما نقدرش نبيع باسكو ما كاش خو، شاري او يضرب بار. كي دخلت للسوق ما فهمت والو. انا اليوم انا شاريها عندي عام 63، قلت لك قامت لي في 65، اليوم ساوني ب 46. البلافون تاعها قال لك هذاك واش دير 46، والبيع ما كاش. يكذب عليك، يكذب عليك، يقول لك باع اليوم. ساوموني مقبل عطاو لي فيها 67. والله يا خويا السوق راهو ميت، بري راهو طايح، خرجنا باب الله، ناس مش حابه تشري السوق، ما فهمنا والو. مواطنون قضوا نصف يومهم بسوق تيجلابين للسيارات المستعمله بحثا عن سياره لائقه دون ايجاد ما يناسبهم. جيت الصباح باش نشري كاروسه ما قدرتش نشري، مازالو غالي، مازالو غالي ومازالو في سمته، ما قدرناش نشرو. شنو تاع السياره السومه؟ حبينا نشرو ستيبواي ولا سامبول، مازال هذا السومه تاعها. ستيبواي شحال راه؟ 215. ما كاين والو، الناس كاع يطهرب هامليك، الكرارس كاع ما يخرجوا، ما كاين لا كاين لا بيع لا شراء. قالوا هبط هكاش، هبط كيف الكروسه راهي تزيد ب 100 مليون هبط. المشتري راهو خايف باسكو طرومباتهم الوزاره بهذاك البري. الناس ابري دما راحوا لي ميزون سقساو على لي بري راهم ستابل وفي المارشي كيف كيف. يا ربي نقصها 5 ملاك كرارس، كاين كرارس اللي ريحوا ستابل ما كانش ديسبوني في لا ميزون، واللي راهم ديسبوني في لا ميزون كيما الكيا وكذا هبطوا ب 10 ب 15. حالة من الترقب تسود سوق تيجلابين ومقاطعة لشراء السيارات المستعملة خاصة حادثة الخروج منها من مصانع التركيب، هذه الأخيرة التي عرفت استقرارا في الأسعار بعد مرور قرابة 4 سنوات، ومنحنى الأسعار يسجل ارتفاعا مستمرا، وذلك نتيجة للركود التام في معاملات البيع والشراء منذ قرابة 3 أسابيع، وسط ترقب من المواطنين لتنظيم صالون دولي للسيارات، هذا الأخير الذي يغيب للعام الثاني على التوالي بعدما كان عادة لا تفوت خلال شهر مارس من كل سنة. عندي سؤال للسلطات، علاش طوموبيل كانوا يجيبوها من الخارج ما نسميوش الماركة، كانت 98 مليون ودرك راهم يصنعوها هنا في الغرب، في الغرب راهي 180 مليون. هذا السؤال جاوبونا عليه. في الدول في الروس في المروك عند الجيراننا برك راهي ميم با 80 مليون ميم با، وراهم مصدرين مليون حبه. ونهار الخميس عيطوا لي على سامبول جديد 2018 في مالا ميزون، قالوا لي 67 البيع تسمى ما كاش، راهم يعيطوا. البرا كانت تدير 95 195 في لا ميزون، باسكو في لا ميزون ما يمدوش، لازم تستنى. كيفاش في لاميزون كل واحد وحيلة تاعو، كاين اللي يعرف عنده المعرفة، كاينك تعرف يورق كوميرسيال هم يبيعوا لصحابهم. قال تسحق 10 كرار 12 سيارة واحد تاعها مقابل واش؟ مقابل تشيبا شحال؟ شحال؟ يا ودي كلا ودي حتى 30 مليون في لا تيلي يقول لك بلي فوالا سما بلي طاح طوموبيلات من الناس تفرح. من بعد كي تروح لا ميزون يقول لك بري مازال بيكانتو ب 240، سما راسك يحبس. واش نعلق خويا على الشعب اللي راه راضي قاعد يشري؟ انا الطوموبيل كون يعود عندي ما نشريهاش بالسوم هذيك، ما نشرياش، الشعب راهو قاعد يشري. الوزاره لازمها تتدخل. الوزاره لازمها تتدخل. انا درك بيكانتو كانت تدير 240 درك 140، الا كاينه منها صح في لا ميزون 140 مليحه، وي ما كانش منها.